يا صباح الحنتي على الانتخابات الامريكاني والتلات شهور اللي مش عجباني. احنا على اعتاب اكتر تلات شهور مرعبين في العالم. تلات شهور اصعب من تلات شهور الاولانية في الحمل. علشان الجنين يثبت دول بقى التلات شهور اللي هم بين الانتخابات وما بين الخازوق الجديد. ما بين الرئيس الجديد. لان طبعا الخازوق الجديد الرئيس الجديد بتاع امريكا هيستلم في يناير. عقبال ما يستلم كفن وهو راخر. يعني تخيل كده يا بني ادم الرئيس اللي قاعد الحالي دوت ولا في دماغه اي حاجة. بقى انتخبوا خبطوا ببعض وولعوا في الدنيا. انا مالي انا كده كده ساعتين وماشي. عامل بالظبط كانه واخد سعر ضاعه وماشي. قاعد تلات شهور مزاج عنب. تلات شهور رضاعه. هو يا عيني ميت اكلينيكيا لوحده. ده مش محتاج اي رضاعه. ده عايز رضاعه من صدر الجاموسه دايركت من المصنع للمستهلك لان هو مستهلك. نيجي بقى للنتن. ده راجل مخطط لكل حاجه. عارف ان اول حاجه هتخطر في بال اي رئيس جديد يقول لك اوقفوا الحرب. هيبدا ده بقى يشغل دماغه يقول لك احنا هنقصر روشه بقى. هيجونا بعد 3 شهور يقول لك اوقف الحرب. يلا بقى يلا يا جماعه خلينا نحارب بسرعه في 3 شهور دول. يلا بسرعه بسرعه ولموا بسرعه قبل ما البلديه تيجي تشيل الحرب. يلا. وده بقى بالنسبه للنتن وقت الضرب في المليان. مامتك اسمها اسمهان. اما بقى لو ستي كامالا هاريسة كسبت هل الوضع بقى هيستقر؟ يعني هو الوضع هيستقر اكتر ما هو عليه. ده كل حاجه في المنطقه بقت مولعه. حتى اميره نفسها مولعه. انا حاسس ان الرئيس الجديد لاميره اول ما يمسك هيبقى مولع. يا رئيس يا مولع حط الفحم. وترامب بقى لو مسك هيقولك وقفوا الحرب. وقفوا الحرب لو سمحت. انا وداني مقطوعه ومش عايز امشي ولسه جاي من بره وتعبان. كنت بجيب بنتي من مشوار استغفر الله العظيم وعايز انام لي ساعتين كده عشان افوق عشان عندي لسه مشوار تاني مع امها. ايوه يا سيدي انا كده. وقفوا الحرب. وانت يا اخراء اخراء اضربي اهل عزه ولبنان زي ما ضربوكي بالقلم. يلا اضربيهم بالقلم بسرعه. يلا عشان ننهي القصه دي. لبنان واهل عزه يقولوا له الله احنا ما ضربناهاش والله العظيم يا اونكل اوراني. احنا والله ما ضربناها. هي اللي اتهجمت علينا وخدت ارضنا. يقول لهم انا بنتي اخراء ما تكذبش. مش كفايه قطعوا ودني قطع عيشي كمان. والمساكين اللي بوديهم مشوار استغفر الله العظيم دول اسيبهم بقى يصرفوا عليا. ويصرفوا عليا منين؟ من استغفر الله العظيم. يلا يا اخراء اضربيهم يا حبيبه قلبي. اضربيهم وشوفي انت عايزه ايه. طلباتك كلها مجابه. انا بابا يا بنت. بنت انا بابا. طب اقول لك على حاجه. خش جوه الاوضه هتلاقي بنطلوني متعلق على الشماعه. مد ايدك في الجيب وطلعي اللي انت عايزاه. خدي سلاح خدي قنابل خدي طيران خدي ان شاء الله تاخدي الناس الامريكان كلهم يحاربوا مكانك. ما عنديش مشاكل. اي حاجه تلاقي في الجيب خديها. مصروف البيت الابيض كله معاك يا حبيبتي. انا ليه اعز منك يا اخراء؟ كفايه اسمك الله يقرفك. بس في الانجاز بقى يا اخراء. يعني خد المعدات وخد الدنيا كلها واعمل اللي انت عايزاه بس في الانجاز بقى. انا مش عايز وش. هغمض عينيا كده واعد من 1 لمليون تكوني خلصت. يلا يا حبيبه قلبي اهو يلا ها يلا. 1 مليون اخراء يا قلبي. خلاويص خلاويص عليهم. يوه بقى انت بتطولي قوي يا اخراء. لعبك رخم. اخلصي بقى احنا قربنا على الانتخابات الرئاسيه اللي بعدها. والله اعلم مين يجيلك ويبهدلك. انا بقول بقى احنا بقى نجهز نفسنا للاكشن اللي جاي خلال التلات شهور دول. شايفين بقى القرف اللي احنا فيه ده كله؟ وربنا وعدنا بناس عاق في حياتنا مش فاضيين غير للاشاعات. بدل ما يحمدوا ربنا على الامان والامن اللي احنا فيه عايزين الدنيا تولع من حوالينا. الخرفان دي اكيد واكله حاجه مسممه او ممكن تكون اكلت من الاخراء بتاع اخراء. جاتكوا القرف يا حنتي.